مرحبا بكم في سبور إكسبريس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم حافظ على المرتبة 30 في التصنيف الشهري للفيفا اللي يصدر اليوم الصباح. منتخبنا هو الثالث عربيا والثاني إفريقيا بعد الثالث إفريقيا والثاني عربيا اللي قبله كل من السنغال موجودة في المرتبة 18 والمغرب في المرتبة 22. بالنسبة للمراتب الخمسة الأولى في الترتيب اللي يصدر اليوم فماش تغيير، البرازيل تواصل الصدارة، بلجيكا في المركز الثاني، الأرجنتين في المرتبة الثالثة، فرنسا في المرتبة الرابعة، وأنجلترا في المرتبة الخامسة. وفد النادي الافريقي وصل اليوم الصباح لزنزبار بعد رحله انطلقت البارح من تونس عبر الدوحه. نذكر ان النادي الافريقي يلعب نهار السبت ذهاب الدورة التمهيدي الثاني من كاس الكاف مع مضي ساعتين ضد كيبانجا اف سي. ثلاثي الاتحاد المنستيري عبد الحكيم أموقران، جونيور مبينجي والحارس بشير بن سعيد رجعوا للتمرين مع المجموعه وينجموا يشاركوا في مباراه ذهاب الدورة التمهيدي الثاني من رابطه الابطال الافريقي نهار الاحد مع مات 3 ضد الأهلي لمصري في استاد مصطفى بن جنات في المنستير. بالنسبة لبعثة الأهلي توصل اليوم العشية لتونس ومقر إقامة الفريق باش يكون في سوسة. نحكيو على ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد في نابل والحمامات. الترجي يلعب حاليا ضد مولدية الجزائر. الشوط الأول مازال كيوفاء بتقدم الترجي 13-11. النادي الإفريقي يلعب مع الخمسة ونص ضد وفاق عين توتا الجزائري. الأهلي كان أول المترشحين بعد الانتصار على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26، وربع نهائي الأخير يجمع مع السبعة ونص الزمالك المصري بالشبيبة الكونغولي. ديما مع كرة اليد، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت الاكتفاء بعقوبة تعليق النشاط لمدة 3 شهور اللي تم تسليطها على لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مروان شويرف. عقوبة وفات بتاريخ 4 أكتوبر، وشويرف باش يصحح عقد جديد مع فريق ترومبي الفرنسي وينجم يكون على ذمة المنتخب في صورة قرر الإطار الفني جديد التعويل عليه. أنس جابر تلعب اليوم مع الستة مباراة الدور الثاني لدورة الياسمين المفتوحة في المنستير ضد الروسية رودينا المصنفة 556 عالميا. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في الأوروبا ليج الستة غير باع، يتوروج بلغراد يواجه فرنس فاروس المجري فريق عيسى العيدوني، أومونيا لقبروسي ضد المان يونايتد، 8 متاع ليل أرسنال ضد بودو غليمت النرويجي، والثمانية متاع ليل كيف كيف روما ضد بيتيس سيفي. في دوري المؤتمر الأوروبي 6 غير باع أندرلخت مع ويست هام، و8 متاع ليل اف سي كولن فريق الياس السخيري واجه بارتيزان بلغراد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.